زور وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة مع محمد البوذري. خطأ قاتل هو اللي كان سبب في ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وهذا الخطأ راه الحكومة المغربية هي اللي مسؤولة عليه، وهي رخصة تحمل كل الآثار والإنعكاسات السلبية دياله. ولكن قبل ما ننوركم مزيان وبتفاصيل في غاية الأهمية حول هذا الموضوع الخطير، بغيت نقول لكم بأن صاروخ المحروقات بدأ كيخرج على السيطرة، وهذا الشيء كله من خلال واحد زيادة إضافية في الأسعار ديال المحروقات الليسانس والغازوال ابتداء من اليوم الثلاثاء. ومن المعلوم بأن المغرب ومن شهور عديدة هذه، وبالضبط من نهار جات الحكومة ديال السيد عزيز أخنوش مباركة مسعودة على المغرب، أبدا المغرب كيعيش أسوأ أزمة في التاريخ ديالو على مستوى قطاع المحروقات. يعني أسعار البنزين والغازوال ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق، وهادشي اللي أثر بشكل واضح ومباشر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهادشي اللي خلى المواطن الدرويش المقهور يعيش أكفس سنوات في حياته. ما قداتو كورونا، زادوا حرب الأوكران والروس، وخا العديد من المغاربة كيشوفوا بأن تعليق مشجب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب ومن بعدها المواد الغذائية على حرب الأوكران والروس ما هي إلا حيلة مكشوفة لللوبيات ديال أسعار المحروقات والمواد الغذائية بالجملة. هاد الأزمة ما بانش الأسعار ديالها، وهذا غريب جدا على الشركات الكبرى، بل الأسعار ديال الأزمة انعكست فقط على جيوب المواطنين، سواء كانوا عمال بسطاء أو موظفين أو حتى مستخدمين في شركات خصوصية. أيضا المواطنين اللي مازال ما خرجوا من النفق ديال الجائحة ديال كورونا، ومازال لحد الساعة كيعانيوا من الأضرار الصحية والمادية والتبعات الوخيمة ديالها، كيتفاجئوا الآن بصاروخ ارتفاع الأسعار كيزيد يرتفع نحو عينان السماء أكثر فأكثر، وكيسجل زيادة جديدة هذا الأسبوع. مصادر مهنية في قطاع المحروقات قالت بأن مجموعة من محطات الوقود في عدد من مدن المملكة المغربية توصلت برسائل من الشركات الموزعة الكبرى، يعني الشركات المسيطرة على جميع أنشطة قطاع المحروقات في المغرب، كتقول لهم بأنه تم فرض زيادة جديدة، وهذه الزيادة غادا تطبق ابتداء من اليوم الثلاثاء كيف قلت لكم بأكثر من نصف درهم في كل لتر. يعني هاد الناس هاد الطماع اللي مازال ما بغاو يحشموا أو مازال ما بغاو يشبعوا ويراعيوا للمواطن الدرويش، كيبان بأنهم غاديين بمجموعة من المواطنين الفقراء البسطاء إلى الهلاك. المصادر كتقول دائما بأن الزيادة المرتقبة غادي تبلغ 60 سنتيم للبنزين، وحتى بالنسبة للغازوار يعني المازوت حتى هو غادي يزيدوا فيه نفس الزيادة، يعني 60 سنتيم أكثر من نصف درهم. وبهذه الزيادات الجديدة غادي يوصل السعر النهائي المسجل في محطة الوقود إلى 16.83، يعني غير قول 17 درهم لكل لتر واحد من البنزين، و 14.68 يعني غير قولوا 15 درهم لكل لتر واحد من الغازوال يعني المازوت. إذن البنزين يعني الليسانس هو الآن على أعجاب 17 درهم لكل لتر، والمازوت اللي كان رخيص والثمن ديالو في المتناول راه الآن على أعجاب 15 درهم لكل لتر واحد. والمصيبة أن أكثر المتضررين في نظري هما الناس اللي كيشتغلوا في قطاع نقل المواد الغذائية، واللي بلا شك حتى هما غادي يرفعوا من التسعيرة ديال واجبات النقل، وبالتالي حتى التاجر ديال المواد الغذائية حتى هو غيلقى راسه مضطر باش يرفع من أجمنة المواد الغذائية، بحكم أن مصاريف النقل كترهقوا بزاف وكلفاتوا الكثير من جيبه. اللي يبقى المستهلك النهائي يعني المواطن الدرويش المقهور هو اللي غادي يتحمل هاد الزيادات كلها، ومن ظهره غادي يتخلصوا هاد اللوبيات الكبار. هادشي كله في الوقت اللي مازال فيه الفريق الحكومي ديال عزيز أخنوش المكون من احزاب الاستقلال أصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني الأحرار اصحاب الحمامة مازال واقف كيتفرج وكيشوف الاسعار كيفاش خرجت على السيطرة، وما لقى حتى شي حل امامه باش يفك المواطن الدرويش من قعر الزجاجة ويقوم بإجراءات فعالة لحمايته من هذا الوباء الخطير واللي فات كورونا بزاف، وخلى المواطن كيضرب ألف حساب وحساب لارتفاع الأسعار أكثر مما كان كيضربوا لفيروس كورونا.
والعجيب أن الحكومة الآن ما اهتماش بالمواطن البسيط، مشات كدعم مباشرة المهنيين ديال النقل، علما أن أغلب هاد الناس عندهم شركات ودايرين لاباس وما محتاجينش نهائيا للدعم ديال الدولة. المواطن هو اللي كان في أمس الحاجة إلى دعم الدولة، ولكن للأسف الشديد سيهم بن كيران رئيس الحكومة الأسبق قرر باش يرفع الدعم ديال الدولة على قطاع المحروقات، وفي نفس الوقت باش يزيد يكملها ويجملها قام بتحرير الأسعار وخلى المواطن ضحية للنهش من طرف لوبيات المحروقات ولوبيات النقل. إذن فأسعار المحروقات في المملكة مازال غادية في الارتفاع وما كيبانش نهائيا أي أمل في التراجع ديالها، ما كاين غير الزيادة تابعة خشة، والعافية الآن راه ولات شاعلة في كل المواد الغذائية. يعني هادشي دائما ما كينعكس بالسلب على الوضعية الاجتماعية لأغلب المغاربة، خصوصا ملي كيتعلق الأمر إلى أسعار المواد الغذائية، يعني المعيشة ديال المواطن. مسؤول نقابي في النقابة الوطنية ديال البترول والغاز قال بأن المسؤولين المغاربة بلا شك السابقين ارتكبوا خطأ قاتل، واللي مازال الشعب المغربي الآن كيدفع الثمن ديالو إلى حدود اليوم، وغادي يزيد يدفعوا أكثر فأكثر في الأيام والسنوات القليلة المقبلة إلى ما تمش التدارك ديالو بشكل مستعجل وفوري من طرف الحكومة ديال عزيز أخنوش. الخطأ القاتل اللي تم ارتكابه في حق المواطن هو الخوصصة ديال قطاع المحروقات، وهادشي اللي كيخلي الآن الحكومة الحالية ملزمة بتحمل مسؤولياتها في مواجهة الوضع الحالي انطلاقا من وعودها إلى الناخب المغربي، بحكم أن الإشكال الآن ماشي هو الغلاء، ولكن الأمر الخطير جدا هو أن المغرب الآن دخل في مرحلة الندرة واحتمال الانقطاع. وسبق لي قبل أيام قليلة فقط قريت الواحد الباحث أو خبير أو والله أعلم لا أذكر صفته المهنية قال بأن البنزين والمازوط غادي ينقارضوا من المغرب وغادي يوصل الثمن ديالهم 50 درهم وما غاديش يلقاه المواطن، وغادي يولي يلقى راسه مضطر باش يشريه من السوق السوداء، يعني الكونتربوند المهرب المازوط او ليسانس الثمن ديالهم غادي يوصل 50 درهم كيف قلت، وما غاديش تلقاه حتى في البومبات ديال ليسانس. وهذا الامر راه خطير بزاف ولازم من الحكومه المغربيه تفاعل معاه، او على الاقل إلا ما عندها جهد تفاعل مع المواطن وتشرح ليه بالضبط شنو هي العراقيل والمشاكل اللي كتعاني منها. المسؤول النقابي كيقول بأن الكمية اللي كنستهلكوها في هذه الأيام من المحروقات هي فقط الإحتياطي القادم من الخارج، وأن الاتحاد الأوروبي اللي كنا كنجيبو منه الحصة الأكبر واللي كتجلى في 45% هو براسه الآن واحل مع راسه وما لقاش حتى البنزين يوفروا المواطنين ديالو من بعد الأزمة ديال حرب روسيا وأوكرانيا. أما بخصوص مصفات لاسامير بن محمدية واللي هي الآن متوقفة عن العمل منذ مدة، كانت غادي تلعب دور أساسي ومحوري وهام جدا في الأزمة الراهنة، بحكم أنه كان بالإمكان ديالها تشري النفط الخام وتقوم بإعادة التكرار ديالو، وهادشي اللي كان غادي يعفي المواطن المغربي من الزيادات وكان غادي يوفر ليه البنزين والغازوال بأثمنة مناسبة جدا جدا. المسؤول النقابي واللي كيتولى في نفس الوقت مسؤولية رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية سامير قال بأن تصريح ديال وزير الطاقة السعودي قبل أيام قليلة فقط كان واضح وصريح، من اللي قال بأن أي دولة عندها مصفات في أي مكان في العالم يجب أن تقوم بتحريكها. قال لهم ما تعتمدوش علينا وما تسناوش الدعم ديالنا، اللي عنده شي مصفات في بلاده يقوم بالتحريك والتشغيل ديالها، وهادشي كله غير باش ينقد المواطنين ديال بلاده من الارتفاع الحارق ديال اسعار المحروقات في العالم. تحياتي لكم جميعا والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل.